ازيكم يا جماعة؟ ده جه ميعاد ان انا اوريكم الفسيخة بتاعتنا عاملة ازاي. الفسيخة والتنفخة والبطرخة. ايه يا جماعة؟ وحش واقف. قولوا بسم الله. سخاتيله النهارده يوم السبع ليها، لغاية لما لما قالت بس. ده شكلها يا جماعة بعد ما قسمناها زبدة سايحة. شوف بصبعك اهو. جربوها يا جماعة مش هتندموا، صدقوني مش هتندموا. ودي شكل البطرخة يا جماعة بعد ما خلصت، عشان انا قلتلكوا ان انا هوريها لكم بعد ما تخلص. 6 ايام بالظبط كانت خلصانة، لفيناها في ورق استريتش لحين ما تيجي تستخدم في الاكل.